طبعا يا شباب النهارده طبعا هنلعب ايه بقى اللعبه الجميله دي طبعا يعني بوكس فايت. الفيديو اللي فات بتاع بوكس نايت بقى لازم تشوفوه. طيب على فكره بقى يا بدود اول مره كده سايبك مال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي قلت لك سايبك ولا مش سايبك؟ سايبك ولا مش سايبك؟ لا مش سايبني. لا ايزي بيزي ثانية واحدة ماليش دعوة. ايش اللي هيبقى الدور؟ يا ابني انت فين؟ وراك لم تظبط معنا. يا عم انا كل الدمج اللي عملته فيك ده يا عمي بقى ابو شكلك عظيمه نائمه خرا غير في اول جيم بس اللي كان جامد. تفاهم يا عم يا عم يعني انت شايف انت كده مبسوط يعني؟ اه طبعا والله ما عرفت العب بوكس فايت في حياتي تاني. قلت لك افتكر اني قلت لك بلاش. انا بقول لك بلاش. طلع تجري انا حطيت في وشك. بسم الله انا مش عارف ان انا توقف. لا يا جدعان ما اتفقناش على كده. اها تعال يا عم بتضربني وانت في الهواء. الو الو ايه ده؟ ازاي بقى؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي وزي انا وليه بنجي 120 المصري احسن بنجي في العالم. مال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. هيد شوت 50 طبعا. بعيد نفس التفكير. انا والله العظيم من ورا الحيطه. في فايده ان انت تلعب على بلاي ستيشن؟ ممكن العبها على البي سي عادي فاهم. اه واللينج بتاعها هيكون احسن على فكره بس الفريمات هتكون يعني 100. يا رب يعني يا ابني انت ما بتحسش والله. يا اسطى ما دام فينيكس ربنا هدينا. خلص لك الراوندات بسرعه عشان ما اكملش الفيديو 8 دقايق. يا عم اخرس بقى يا عم بقى انت صوتك رخم كده.